مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح اليوم الخميس 29 تشرين الأول. واليوم تقرير كتير رح منكون على موعد معه، بس البداية رح بيكون من جبل النفايات بسد البوشرية بقصة عم نتابع تفاصيلها. بكفة صرخة أطلقتها فرح العطاء، الاحتفال باليوم العالمي لشلل الأطفال، وقفة ثقافية مع معرض الكتاب الفرنكوفوني اللي عم نشهده بالدورة 22 وغيرها من التقارير. أما ضيفنا لليوم فهو رمزي صبوري، مدير عام شركة فيزا بلبنان، لنحكي معه عن تحديات هالقطاع وتطوراته. البداية مثل العادة بيكون باتصال مباشر مع أحوال مع مصلحة الأرصاد الجوية لنعرف أكثر أحوال الطقس. معنا اليوم استاذ غسان طقش. صباح الخير. صباح النور يا استاذ غسان. منيح الحمد لله. هلا ايام شتي طبعا، والحوض الشرقي المتوسط بعد تحت تاثير منطقه من ضغط الجو المنخفض. اوكي، اليوم الخميس مثل امبارح غائم جزئيا، غائم مع امطار متفرقه بيتخللها انفراجات واسعه خلال النهار دون تعديل بدرجات الحراره. اما الجمعة بيكون طقس احسن من اليوم. نعم، بضل احتمال الشتي اكتر شيء بالمناطق الجنوبية. اوكي، ثابت منيح الطقس. يعني اليوم اليوم بالمبدأ بتبلش تخف، بكرة بتنحسر. ايه، اليوم بالمبدأ بتبلش تخف، بكرة بتنحسر. السبت والاحد الويكاند منيح. اوكي، وكيف درجة الحرارة؟ اليوم بين 16 و 22، الجمعة بين 17 و 23، اما الرياح جنوبيه غربيه لجنوبيه. نعم، سرعتها بين 10 و35 كيلومتر بالساعه. اوكي، الرؤيه متوسطه، الرطوبه النسبيه على الساحل بين 60 و80%، حل البحر متوسط ارتفاع الموج، حراسه المياه 25 درجه مئويه. نعم، وبكره ارتفاع او انخفاض؟ لا، بكره احسن من اليوم. بكره احسن والويكند احسن كمان. الويكند منيح، ما في شتي ما في شيء، خارج ظهره يعني منيح. ايه اوكي، شكرا استاذ غسان، يعطيك العافيه. بون ويكاند. ميرسي. بون ويكاند لك كمان. بونجور جوال. بون ويكاند. صباح الخير جوال. بونجورني. اليوم جوله على عناوين الصحف الصادره، اذا اليوم الخميس 29 تشرين الاول. بداية جولتنا مع عناوين النهار، بيروت تعوم على وعد اللحظة الأخيرة، رواتب العسكريين تصاعد الأزمة إلى ذروتها، خلية أزمة بين السراي وعين التين والحسم في مطمر البقاع، شهيب يرفع تقريره اليوم، وسلام لن يدعو إلى الجلسة إلا باكتمال الحل. ضمن محليات النهار، وزير الخارجية المجري: هؤلاء مهاجرون اقتصاديون. الراعي سلام لن يقدم استقالته. أسرار الست بديعة تعري المدينة وأزمنتها. ختام مع عناوين النهار: أول اختراقات فيينا، مشاركة إيران في محادثات سوريا، السعودية تراها اختبارا للنيات، وواشنطن فرصة للانفتاح. وختام عناوين أو بختم مع الصورة الرئيسية لليوم بالنهار، وهي مثل ما عم نشوف مواطنين عم بيعبروا بدراجة بحيرة من مياه الأمطار المتساقطة بمنطقة الشويفات. من النهار إلى عناوين صحيفة السفير: الحكومة تنتظر أكسجين النفايات والأمن مهدد بالرواتب. بري للسفير: كل ديك على مزبلته صياح. إسرائيل تحاول احتواء هبة فلسطين، مستعدون للتفاوض مع عباس بلا شروط. ماراثون فيينا السوري: جولة جديدة اليوم. السعودية وإيران وجها لوجه، ولبنان ومصر مشاركان. من السفير بتابع جولتنا مع عناوين الحياة: اجتماع فيينا يختبر نيات روسيا وإيران. الملك سلمان: السعودية مستقرة ومجتمعنا متماسك. 10 دول والاتحاد الأوروبي تبحث عن خريطة طريق لتطبيق بيان جنيف. داعش: نحر 30 عراقيا وأعدم 13 صحفيا. عباس يستنجد بالحماية الدولية. ياسين يؤكد للحياة الموافقة على المحادثات مع الحوثيين.
رأت في سيطرة الحكومة على شبكتي تلفزت انقلابا على وسائل الإعلام والدستور، المعارضة تخشى تزوير الانتخابات التركية. ختام عناوين الحياة، بوتين يحذر من الشرق الأوسط، مصدر الإرهابيين إلى العالم. من الحياة إلى المستقبل، مشاورات ماراثونية لتمر النفايات وتعويم الحكومة. التعطيل يحاصر رواتب العسكريين، وخليل متمسك بالقوننة مع من أحد المجلسين. اجتماع موسع غدا، والسعودية تعتبره اختبارا جديا لإيران وروسيا. فيينا 2، بدء العد العكسي للأسد. المالكي يطلق حملة ضد العبادي لوقف الإصلاحات السياسية. سوريا حقل الموت للحرس الثوري. حرب اللحوم، الطليان والألمان يتغزلون بالنقانق. طاولة فيينا، التفاوض على الأسد وليس معه. أيضا بالصفحات الداخلية للمستقبل، شقير، لولا تحويلات اللبنانيين في الخليج لكنا في أسوأ أزمة اقتصادية. عباس يطالب بحماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني. وبختم مع الصورة الرئيسية، وهي مثل ما عم نشوف أيضا من أجواء العاصفة يلي امبارح ضربت لبنان وبعدها مستمرة، وهنا عم نشوف أكوام النفايات المكدسة على ضفة نهر بيروت. من المستقبل إلى عناوين اللواء، الرواتب تضغط لمجلس وزراء خلال ساعات ومطمر البقاع بات جاهزا. استياء واسع في أوساط الموظفين والعسكريين، ووفد من المستقبل وحزب الله إلى اليرزي قريبا. كتب لليوم المحامي محمد أمين الدعوق ضمن افتتاحية اللواء، سوريا المطب الذي أوقع الكثيرين في شراكة. الجبير وهاموند، عمليات التحالف في اليمن تقترب من نهايتها. مؤتمر فيينا الموسع حول سوريا غدا، وإيران ومصر ولبنان تشارك للمرة الأولى. الرياض تعتبره اختبارا لنيات موسكو وطهران وفرنسا لجدولة رحيل الأسد. مرابطو الأقصى يمنعون مستوطنين من دخول الحرم القدسي. عباس، الأمن والأمان لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال. ختام اللواء، حكومة الرئيس سلام في مواجهة الأزمات. من اللواء إلى الأنوار، والعنوان العريض لليوم، السيول تحاصر المواطنين وتفاجئ الحكومة المنشغلة بمشكلة المطامر. دفع رواتب العسكريين ينتظر اجتماع مجلس الوزراء. السعودية، مؤتمر فيينا يبحث بحل لرحيل الأسد. واشنطن تدرس إرسال قوات خاصة إلى سوريا وهليكوبتر إلى العراق. روسيا تشيع جنديا قتل في سوريا. حين تغرق الحكومة بين اللاءات والنفايات، وكتب لليوم ضمن افتتاحية الأنوار رفيق خوري، حرب الخيار في فيينا، استاتيكو أم الحل السياسي. بختم مع الصورتين الرئيسيتين لليوم بالأنوار، وهي لسيارة غرقت بنفق المطار يلي تحول إلى بحيرة، والصورة الأخرى على شمال الصفحة لسيارات مبارح أيضا غمرتها مياه السيول بالعاصمة. من الأنوار بتابع جولتنا مع عناوين صحيفة البلد، يوم مفصلي للحكومة والأمطار تحولت إلى كابوس. رئيسة المحكمة، لا سقف زمنيا للحكم على قتلة الحريري. رئيس بلدية بعلبك، الإنماء المشروط عيب. إيران تحضر حوار فيينا والأسد، فرنسا تدعم الإرهاب. عباس يدعو العالم لدعم حل الدولتين. وبختم أيضا مع الصورة الرئيسية، وهي مثل ما عم نشوف لمشهدية جنوبية استوطنت شوارع العاصمة وضواحيها مبارح بعد ما غرقت سيول الأمطار، ما تسبب بزحمة سير خانقة انحبس فيها المواطنين لساعات. بترجمة العناوين صحيفة ذا ديلي ستار، محاولة أخيرة لتجنيب الحكومة من الانهيار أمام أزمة النفايات. خليل يحذر من الخطورة على رواتب القطاع العام في حال فشل الحكومة في البت في مشروع قانون المخصصات.
إيران للمشاركة في المحادثات الدولية بشأن سوريا. بختم عناوين ذا ديلي ستار: دعوة لبنان للمشاركة في محادثات فيينا. أيضا بترجمة العناوين صحيفة لوريون لوجور، وببدأ مع الصورة الرئيسية وهي مثل ما عم نشوفها صورة كاريكاتورية ساخرة وعم تظهر الوضع الراهن تزامنا مع أزمة النفايات العائمة بموسم الشتاء وبظل تراخي المسؤولين عن إيجاد الحلول، والصورة حملت عنوان تراخٍ من المجرمين. سامي الجميل للوريون لوجور: من دون سلطة تنفيذية قوية مخاطرة لمواجهة سيناريو شبيه بسوريا. من لوريون لوجور إلى عناوين صحيفة الشرق: بري يستعجل التشريع وخليل لن يصرف الرواتب إلا بقرار مجلس الوزراء. شهيب ليلا: 24 ساعة واتصالين ثلاثة وتحل عقدة مكب البقاع. الملك سلمان: مسؤوليتنا كبيرة لأننا أرض النبوة والإسلام. لبنان يشارك في مؤتمر فيينا حول سوريا وأيضا بالشرق: واشنطن موسكو لن تنتصر في سوريا. الجميل: نعيش انقلابا أبيض على الدستور. وضم الرأي الشرق لليوم كتب عون الكعكي: ماذا تريد روسيا من سوريا؟ من الشرق إلى الشرق الأوسط: خادم الحرمين: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. الملك سلمان التقى المثقفين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وقال لهم: إن أبوابنا وهواتفنا مفتوحة. كاري: لا يمكن لرجل واحد أن يقف عائقا أمام حل الأزمة السورية. فيينا يبحث جدولا زمنيا لرحيل الأسد. عباس: أمامنا آخر فرصة للسلام ونسعى لحكومة وحدة وتنظيم انتخابات. عسيري للشرق الأوسط: التحالف استهدف مزرعة في صعدة وليس مستشفى. المقاومة تتقدم في تعز بعد تلقيها أسلحة عبر إنزال جوي. جولتنا متابعة مع عناوين صحيفة الأخبار: علاج طائفي لأزمة المطامر. واشنطن وداعش: العلاقة المريبة. بختم عناوين الأخبار: موسكو تفتح سماء الجنوب السوري أمام طائراتها. من الأخبار ختام جولتنا منختمها إذن مع عناوين صحيفة الجمهورية: الحل كل جهة تتكفل بنفاياتها. عاصفة السخاي الروسية تمهد للحل السياسي أم لتقدم حلفائها البري؟ روسيا تسجل هدفاً، إيران للمرة الأولى في فيينا السوري. وبختم مع الملف الصحي: لا تهلعوا، احموا عائلاتكم من النفايات. مع هالعنوان منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف، فصل الأول بحلقتنا، ومن بعد أبرز المواعيد السقفية مع جوال. رح نعمل جولة على أبرز وأقرب المواعيد الثقافية، ومنبداها من تيمار بوطة يلي بتدعي للمشاركة بالذكرى الأربعين على رحيل السيدة أم كلثوم، حيث بتنظم أمسية موسيقية بتضم مقاطع معزوفة وغنائية مع فرقة غسان سحاب برافقه نعيم الأسمر على العود والغناء، عماد حشيشه وأحمد الخطيب. والموعد اليوم الخميس الساعة 9 المساء بالتيمار بوطة بالحمرة. من عمري قبلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على رحيل العلامة سيد هاني فحص، احتفال تحت عنوان هاني فحص أديبا مثقفا وثوريا الخميس اليوم أيضا على مسرح الأخوين رحبان بكنيسة مارلياس أنطلياس. وخلال الحفل إلقاء كلمات لكريم مروي، محمد شيا وغيرهم، وبتدير اللقاء الإعلامية ماجدة داغر.
في لبنان نحلم ونتوقع ونعمل من أجل أن يكون عندنا في المستقبل دولة مدنية، أي دولة ديمقراطية حديثة، يعني لا عسكرية ولا دينية، تحترم الأديان جميعها. منتابع ومنروح إلى شمال لبنان، وتحت عنوان غير مطرح أمسية بتجمع الفنان سامي حواط وفرقة الرحالة بدعوة من دائرة النشاطات بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة البلماند بالكورة. إذا مثل ما عودنا سامي، أغاني جديدة وقديمة بتنتقد الوضع بالمجتمع. الموعد السبت 7 تشرين الثاني الساعة 7:30 إذا بأوديتوريوم الحريري جامعة البلماند. تعي نقعد بالفي مش لا حدا هالفي، حبيني وفكر شوي. بدعوة من دار نيلسون، ندوة تحية للموسيقار اللبناني توفيق الباشا بالذكرى 10 على وفاته مع الوزير السابق بشار مرهج، الباحث الموسيقي الياس سحاب والفنانة بشارة مرهج مزبوط، الباحث الموسيقي الياس سحاب مع الفنانة سحر طه والمايسترو أندريا الحاج. الموعد ب 30 تشرين الأول الساعة 6 بعد الظهر بدار الندوة خلف مسرح البيكاديلي. بتعقد لجنة مهرجان بيروت تغني مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات الدورة الثامنة، الموعد 31 تشرين الأول الساعة 11 صبح بيخت كلوب بالزيتونة باي. ما في شيء. إذا وبختم مع أمسية موسيقية مع تاتيانا بريماخوري على البيانو، وسام بستاني على الفلوت، والموزيك ديل تامبو مع ضيوف موسيقيين من أوركسترا مسرح بولشوي يلي رح يعزفوا لموسيقيين عالميين مثل باخ وموزار وغيرهم. 5 تشرين الثاني الساعة 8:30 بالأسامبلي هول بالأيوبي. بختم مع أمسية تكريمية رح بتصير اليوم مع بقاعة بيير أبو خاطر جامعة اليو اس جي لتكريم الفنانة نجاح سلام ابتداء من الساعة 8 المساء، وأكيد هي بتستاهل كل تكريم. نحن رح ننتقل لعن جوال لنعرف أكثر هلأ أحوال طرقات. مباشرة لغرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، اليوم معنا على الخط المؤهل محمد معتوق. صباح الخير. ايه صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. يعني اليوم عندنا حركة صباحية، اليوم في عندنا زحمة سير تقريبا على مداخل مدينة بيروت، يعني اللي نبلش نحن من عندنا من مدخل الشمالي، يعني عندنا حركة ناشطة جدا، زحمة سير خاصة على أوتوستراد الخط البحري يبلش من الضي باتجاه أنطلياس جلال الدين نهر الموت للفرن دي بيروت، عندنا حركة ناشطة على هذا المحور. بمدخل جنوبي عندنا حركة ناشطة جدا مداخل بيروت الثلاثة، يعني مدخل جنوبي يعني شويفات الخلدي الأوزاعي، وكان عندنا مستنقع ماي قبل جسر خلدي كمان سبب لنا شوية ضغط سير بسبب بطء السيارات عم تمشي عليه، عملنا كمان حركة ناشطة على هذا المحور. خط الجبل اللي نازلين من الجبل عندنا على كوع ري حركة ناشطة، بيرتاح السير بعد منها باتجاه مدينة بيروت. داخل العاصمة عم تشهد حركة ناشطة جدا، خاصة زحمة سير الخط رايح من الفيات العدلية المتحف باتجاه كورنيش المزرعة وشارع مارلياس، وكذلك الأمر عندنا من برج مر باتجاه الحمراء حركة ناشطة على هذا المحور، وحنا باتجاه نفق سليم سلام وسط بيروت حركة على هذا المحور. ضمن العاصمة ما عندنا أي عوائق أو أي مستنقعات ماي، إنما عندنا بس مستنقع ماي على جسر الدكوينة البيجو باتجاه الام تي في الاشرفيه الحكمه، بيأثر على حركه السير في زحمه على هذا الجسر. بضواحي بيروت عندنا حركه ناشطه وزحمه سير، خاصه الخط اللي بيجي من الاتحاد الصالومي باتجاه الحايك جسر واطي سوق الاحد، وباقي المحاور كان نقول طبيعيه لحد الساعه. نعم،
طب اذا ما نرجع لم كل شيء بالنسبه لحركه السير و نعم عم بيجيكم اي اتصالات هلا عن مشاكل يمكن عم تعترض المواطنين بسبب هطول الامطار ومثل ما قلنا بحيرات واليوم كمان شفنا على الصحف وهلا عم نشوف كمان مشاكل مباشره بعتذر منك مع الصوت شوي واطي ما عم بسمع كثير طيب كنت عم بقول عم يجيكم هلا اتصالات شكوى من المواطنين اكيد نحن عنا في مواطنين عم يتصلوا فينا في عندهم شكاوى خلينا نذكر برقمكم كمان اكيد نحن على طول نحن على 17-20 يعني خلال امبارح واليوم كان عندنا كثير اتصالات وبنتمنى على المواطنين اي مشكله عندهم بتوجههم او اي شيء عندهم اقتراح او شيء يحكونا على 17-20 او على عبر غرفه العمليات على 112 ونحن عم نعالجها اكيد لانه نحن عم ننسق بين مفرز السير ووزاره الاشغال والبلديات بهذا المحور نعم يعطيكم الف عافيه بكره نحن كمان نرجع عم نحكيكم باتصال جديد رح نتوقف مع فاصل جديد بحلقتنا ومن بعدها بنرجع صباح الخير الوزير حذر الخميس آتٍ واليوم الخميس وما في شيء تغير والشتاء خلف الباب المجلس مشغول بتشريع الضرورة والإخفاق سيد الموقف أما الحكومة فبعد ناطرة الفرج الآتي من هيمنة قوى السلاح على قرار البقاع الشمالي إذا كانت الناس عم تسأل وين الخطة وليش النفايات بعدها مكومة فالكرة بملعب الحزب الأصفر ليتكرم على اللبنانيين بمطمر نفايات ومنرجع إلى المربع الأول مطامر أو تصدير أو سيول من النفايات على مد عينك والنظر الأمطار يلي تساقطت كشفت هشاشة الواقع ورغم التحذيرات وعشرات التقارير إلا أنه الحكومة غايبة عن السماع بتقرير سابق توجهنا إلى سد البوشرية نقلنا صرخة الناس ومطالبهم بإزالة جبل النفايات يلي ارتفع بالمنطقة واليوم أيضا رجعت كاميرا أخبار الصباح إلى المكان نفسه شو يلي تغير؟ خلونا نتابع الأجواء من سد البوشرية بهالتقرير للزميلة رويدة الصفدي عم بير مبسوط كيف رويدة منك مبسوط ليك هذا البس عم بتجادل؟ لا انه عم نحكي نحن انه كبلديات يعطيهم العافية المشكلة مش معهم المشكلة مش قصة هو يسجل حضرتك وين عايشة؟ انا عايشة بلبنان بلبنان بدي اسالك سؤال اكثر من جمعتين عملنا مظاهره انه ما بقى فينا نتحمل طيب وبعدين يعني صارت واضحه على كل الناس محاصصه الزباله صارت محاصصه عندنا الحكام اللي عندنا صاروا بده يفوتوا بالزباله لا والله ضرر الاعصاب اكثر يعني صرنا عم نصرف ادويه اعصاب اكثر من موضوع الفيروس هذا كله من وراء الوزراء والنواب الزباله شو بعدهم قاعدين عم يعملوا هو منتهي صلاحيتهم لازم يفلوا من زمان يا اخي لقيه عصبي من هالجو العصبي مرة جديدة توجهنا إلى المدينة الصناعية بمنطقة سد البوشرية لرصد حال المواطنين يلي كانوا عم بيعانوا من جبل النفايات المتراكم بمنطقتهم ويلي كانوا متخوفين من الشتوية فمع هالشتوى الأخيرة شو يلي صار فيهم؟ اجت وطافت هون وسبحنا مع الزبالة ما صار شيء مثل ما شفت ببيروت عم بيقولوا الكاميون اجى كب زبالة وراح شال حكي هدول وصار هدول صار انه منيح الشتاء لانه كان في دبان كتير شوي خف شو بنعمل يعني ومثل عادي كل يوم هن بيرشوا اوقات هلا الله عم يرشوا نوفر عليهم شوية شغل الدولة اذا بدهم بيعملوا بس اذا ما بدهم ما بيزبط شيء هن بدهم يقولوا ايه او لا الشعب ما فيتنا يعمل شيء بيعملوا مظاهرة بياكلوا اكلة بيرجعوا على بيوتهم شو كم سنة صاروا بياكلوا اكلة امرار لما بيكون الهواء هيك جاي ريحة بتقتل غير هذيك اليوم بالليل ولع ثلاث اربع امطار النار رجعت الاطفائيه طفته شتت الدنيا طافت كل الشوارع طافت كثير كثير زعجتنا يعني الباب ما فينا نفتحه ولا ثانيه بس الدبان والروايح وايديها ما عم بينقبل يعملوا مطامر وين بده يكبوا بيتركوا بالشارع او عملوا منيح انه عملوا هالمطمر هون بس بضايق العالم بضايق
الأمراض أصبحت على الأبواب وخوف المواطنين من هالكارثة بتزايد. يعني نحن بنعرف أنه النفايات اللي اليوم موجودة بالعراق مودية لحوالي 2000-2500 بالكوليرا. أول ما أنا مريض هلأ فعندي بدي أروح على المستشفى أول آخر الشهر. ليك يا أختي ما بشر وليك ضربني زورة كمان على راسي. هيني أنا بقوله عم بدفع ثمن حق الدواء 110,000. عم نموت من الريحة شو عم نقول؟ لا فينا نفتح الباب ولا فينا نعمل شيء. مريحة مدنا مريحة كوليرا خلص صرنا مريض. أنا ابني بالمستشفى يا حوه عامل بيربيرو عمره 5 سنين اللي جمعة بتعذب فيه يا حب مستشفى رزق. أنا واحد من الناس بنتي صار معها فيروس بالجو ونحن طول النهار هلا تعودنا هلا جوز أنتوا عم تشموا وإحنا ما عم نشم. شو عايشين بالزبالة بكفينا لما مش طول بينا قعدوا مطرحنا عيب هالشغل اللي منت عملوا. لا شو بدكن اذا بدكن انتو القرار نولع المزبلة ونسكر الاوتوستراد ونسكر الطريق نحنا مستعدين. يا الي انتو تعهدتوا ما بقى بدكن تكبوا زبالة ما بصير. لا لا بدون ما تصور مع بقى مع زلم البلدية. المواطن بخطر وأقل حق من حقوقه هو أنه يعصب ويتزمر من مشهد هالجبل خصوصا أن الوعود بإزالته كانت على الكمون. ولكن لنستفسر أكثر توجهنا إلى رئيس البلدية أنطوان جبارة المسؤول عن الموضوع. هيدا الجبل بيختفي بحيلي وحدي إذا انحلت القصة عندي اللي لازم يحلها. الحل مش عندي, الحل عند الدولة وحدي. اثنين إذا بدون يعني أنا شيلة يقولوا لي وين بدي أحطها طبكر عبكر بلش بشيلها. متضرر إداش من 10-12 محل أولين وأنا قلبي معهم وبحبهم وأهلي هو. قلت لهم أنا مستعد أعود عليك إذا أنتم متضررين أنا بعود عن ضرر ما عندي مشكلة. بس خلفهم وراهم في 2350 محل ومعمل ومصنع هودي كمان متضررين انه تبقى زبالة قدامهم بنشيل زبالة من قدامهم. حكي قد ما بدك فيه حكي معي وشو بدك فيه حكي قد ما بدك فيه حكي معي وشو بدك فيه. بلدية سد البوشية قدمت كل جهودها لتخفيف أزمة النفايات عن المواطنين وبدأت بوضع نقاط لحصر المكبات بالمنطقة. ولكن يبدو أنه هالأزمة أصبحت أكبر من البلدية وربما أكبر من الوطن. يا خيتي شو بنعمل؟ طيب شو الحل؟ إذا الكبار ما رضيوا يزبطوا الوضع بدنا نجي نلوم البلدية؟ البلدية عملت واجباتها أكتر هناك ما فيها تعمل. العالم عم تكب زبالة, هي مش من العالم مش من السياسيين. إذا حطوا زبالة الإزاز بكيس وبلاستيك بكيس والحديد بكيس بقاش في زبالة واللحم يكبوها بالبحر يا ما يحرقوها بالكرتون يا بالخشب انحلت المشكلة. أنا مش طالع شيء بإيدي خلص بدنا نشم الريحة. أكتر من هيك بهدلة ما بقى فيه. كارثة الكوارث يعني ما فينا نقول شيء غير إنه كارثة شيء مش مقبول. يعني بالشوم عليهم هالنواب والوزراء قاعدين ياكلوا مصاري الشعب يسرقوها وصارت زبالة فوق تيابنا فوق أكلنا فوق أولادنا ببيوتنا عبواب محلاتنا. يعني بالشوم عليهم. We'll be right back.
يعني ما فينا نقول إلا أنه عن جد الله يساعد العالم اللي عايشة أصلا بهيدي المنطقة، بيوت ومحلات وناس وأطفال، أكيد ضرر عليهم أكبر من حي الله ضرر تاني على أي شخص تاني. ومن نفس الإطار بكفي هي الصرخة اللي أطلقتها جمعية فرح العطاء بوجه التعديات البيئية والاجتماعية اللي عم نعيشها، فأمام عجز السلطات عن إيجاد الحلول لأزمة النفايات كانت مبادرة من المجتمع المدني أمام التهديدات الصحية والأمراض اللي بلشت بالظهور عند المواطنين. تقرير عن هالموضوع. مع هطول أول قطرة مي تبهدل البلد وصار الصمت بكفيه، مشهد النفايات المتراكم على الطرقات وعجز السلطة المركزية عن إيجاد حلول أصبح بكفيه. انطلاقاً من هالواقع أطلقت جمعية فرح العطاء مؤتمر صحفي عقد بالجامعة اليسوعية، أعلنت من خلاله عن انطلاق حملة بكفيه. هذه الحملة بسيطة كتير، يعني بس بدنا نقول كيف بدنا نوضي بالزبالة بطريقة ما تأثر علينا، ما تاخد كتير محل وتضل محل ما هي، لأنه ما بنعرف وين أصلاً عم تنكب الزبالة. الاجتماع اليوم كتير كتير مهم، أنا أكيد بشغف أني أعرف شو نتائجه، بس بدي أرجع أقول أنه ماراثون بيروت هو بعد أسبوعين، يعني بـ8 نوفمبر هناك ما يفوق 1200 عداء جايين من الخارج، في 40,000 يلي هلأ رح يركضوا لقضاياهم. نحن كجمعية بيروت ماراثون مسؤوليتنا أن ننظم سباق، ولكن الطرقات لازم تكون حاضرة للعدائين وتكون حاضرة بيئياً. الحملة تطال كافة المناطق اللبنانية، يمكن تنفيذها من خلال المواطنين والبلديات، وهي عن طريق البدء بفرز النفايات من المنزل، تفعيل التطوع بجميع طاقات المجتمع، واستنهاض همة البلديات من خلال تكليف عمال مياومين ليرفعوا النفايات. أهم شيء بالخطة بمبادرة فرح العطاء أنه عم بتحاول تقول للناس أنه تعوا من المسؤوليات ونكب المسؤوليات، وكل واحد يقول الحق على الدولة، الحق أنا ما دخلني، الحق على البلدي أنا ما دخلني. خلينا نبلش نكون كأفراد نتحمل مسؤولية هاي الأزمة اللي أصلا نحن جزء منها، نحن جزء من اللي عم بيصنعه. فهذا مهم أنه المواطن يوعى ويخفف من كمية الاستهلاك تبعيته غير الضرورية، لكن في أهم شيء الدولة. هالحملة أتت للحد من تفشي الأمراض نتيجة أزمة النفايات، خصوصاً أنه الخطر بانتشار الأوبئة رح يتزايد بالشتوية، وهيدي هي الأمراض المتوقعة. الأمراض الجرثومية اللي هلأ عم نشوف حالات منها كتير، أكتر شيء التهابات الجهاز الهضمي اللي هي سببها عم بيكون جرثومة السالمونيلا والشيغيلا، عم نشوف كمان حالات التهاب الكبد الوبائي هيباتيتس A. هيدي طبعا ما فينا إلا ما نقول إلا علاقة بوجود النفايات، لأنه خاصة هلأ مع الشتاء وبتنزل البكتيريا بال المياه السطحية والجوفية اللي هي عم تسقي هالزريعة، والحيوانات عم ياكلوا عم يرعوا من هالزريعة كمان اللي ممكن تكون مصابة بهالجراثيم. بس في كمان كثرة الفئران والجرادين حول الزبالة اللي هي كمان بتنقل أنواع معينة من الأمراض. طبعا تاريخيا اللي كنا نخاف منهم كتير أمراض الطاعون وما غيره، بس هلأ في أمراض كمان تانية ممكن ينقلوها الفئران والجرادين، مثل مرض التيفوس، مثل مرض الضنك، من خلال الحشرات اللي بتعيش على هالجرادين والفئران. وفي طبعا الأمراض الصدرية اللي ممكن تكون من سبب فيروسات معينة بتتكاثر بس يكون في تلوث بالجو، مثل الأدينو فيروس وما غيره. وفيها الحرق النفايات اللي عم بيسبب عوارض الربو وتفاقم الحالات الالتهابات الصدرية، خاصة عن المرضى اللي عندهم مشاكل صدرية. جمعية فرح العطاء وفرت للمواطنين خط ساخن يمكن من خلاله الاتصال ليأخذوا جميع التفاصيل الميدانية المتعلقة بحملة بكفي. لما يفوت الأوان وتعرف الحل اتصل على الخط الساخن 04-548-305 فرح العطاء.
حلقتنا متابعة معكم واحتفالا باليوم العالمي لمرض شلل الأطفال، تم إلقاء الضوء على هالمرض وعلى أهمية الحملات يلي عم بتم تنظيمها بكافة المناطق لتفادي أو للهدف بيبقى التوعية لأهمية اللقاح المبكر، وكل التفاصيل منتبعها سوا بهالتقرير. بعد سنتين من انطلاق حملة استئصال مرض شلل الأطفال بدول الشرق الأوسط وبعد تضافر الجهود الحكومية والمجتمع المدني بهالدول، احتفل الشركاء بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال. فرغم التحديات اللي واجهت العاملين بهالمجال إلا أنهم اجتمعوا لتسليط الضوء على قصص النجاح والتقدم اللي تم إحرازه ضمن جهود مكافحة شلل الأطفال وأهمية الحفاظ على الزخم للقضاء على هالوباء ووضع خطط للتغلب على ما تبقى من التحديات. في كثير أشياء ممكن أنه نحتفل فيها. أولا نيجيريا قبل أسبوعين انرفعت من قائمة الدول اللي لا زال متوطن بها المرض، فهذا قلل عدد الدول إلى دولتين فقط وهما باكستان وأفغانستان. اثنين، اليوم يمر أكثر من 18 شهر على آخر حالة في الشرق المتوسط واللي كانت في العراق في 7 أبريل 2014. قبل 4 أسابيع لجنة الإشهاد العالمي أشهدت على استئصال شلل الأطفال نمط 2 نهائيا من العالم. نحن بصدد مبادرة اسمها مبادرة استئصال مرض شلل الأطفال، واستئصال معناه أن احنا بنقضي على الفيروس نفسه. ده معناه برضو أن المرض هيبقى بالنسبة لنا تاريخ، حتى في كتب الطب اللي بندرسها هيبقى باراجراف واحد كده كان عندنا مرض اسمه شلل الأطفال. الحالات لما ابتدينا المبادرة سنة 88 كانت 350 ألف حالة في السنة، يعني كل يوم كان بيبقى فيه 1000 حالة. النهاردة لغاية دلوقتي في سنة 2015 عدد الحالات في العالم كله 51 حالة، كانوا بيطلعوا زمان في ربع ساعة. يعني سبب النجاح اللي احنا فيه النهاردة في الشرق الأوسط سبب ان احنا برغم دخول الفيروس في مناطق فيها مشاكل كتيرة، مشاكل أمنية وفي نزوح سكاني، انتهت الفاشية بعدد 38 حالة، 36 حالة في سوريا وحالتين في العراق. ده إنجاز في حد ذاته، ما شفناش حالات بقالنا 18 شهر. بالمؤتمر اللي انعقد بأوتيل بريستول بحضور ممثلين من المنظمات اللي دعمت الحملات، أشادت بإنجاز نيجيريا اللي بفضلها أصبحت المنطقة الإفريقية أقرب من أي وقت مضى من أنه تعلن خالية من هالفيروس. وعلى المستوى العالمي ما تسجل سوى 51 حالة فيروس شلل الأطفال من بداية 2015 مقارنة بحوالي 242 حالة سنة 2014. Another important thing that UNICEF was responsible was to bring in the vaccines and make sure that all these campaigns are happening on time. So there were a lot of challenges since the start. There was a challenge of weather. Sometimes the campaigns were happening in a snow, rainy season, and so many other areas where it was really difficult and challenging to bring in the vaccine and provide it to the grassroots level. But alhamdulillah, with all these efforts, we made sure that these vaccines are provided on time. هناك قصص أخرى ونزاعات دائرة في المنطقة، وقد تكون يعني قصة شلل الأطفال ليس بذات الأهمية مثل الحرب بشكل عام، ولكن برغم من ذلك في الواقع وسائل الإعلام ساعدتنا في توصيل الرسالة، في تغطية القصة، في رفع الوعي بين الناس. يعني الدور كان مهم للغاية، ويعني أحب أن أشكر وسائل الإعلام كافة في المنطقة على هذا الدور، ونتطلع أيضا لتعزيز هذه الشراكة مع كافة وسائل الإعلام من بينها أيضا تلفزيون المستقبل.
منتابع حلقتنا مع فعاليات معرض الكتاب الفرانكوفوني اللي عم نشهده بالدورة 22 واللي افتتح أبوابه وفعالياته الأسبوع الماضي. عم نكون كل يوم مع توقيع ندوات كتب وغيرها من النشاطات الفكرية والثقافية. اليوم المحطة جزائرية مع توقيع إصدار فكري جديد للكاتب الجزائري كمال داوود يلي اختار بيروت ليطلق من خلالها معارضة الغريب. هيدا عنوان الكتاب وأجواء هالحدث منتابعها بهالتقرير. من الجزائر بلد المليون شهيد إلى بيروت عاصمة الثقافة والعلم، اختار الكاتب والصحافي الجزائري كمال داوود إطلاق روايته العربية الأولى معارضة الغريب بمعرض الكتاب الفرنسي في بيروت. هالرواية مترجمة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية وصادرة عن دار الجديد. حكاية الغريب هي كتاب إعادة كتابة لأحد الكتب المشهورة في القرن العشرين، الغريب لألبير كامو. حكاية الغريب عند ألبير كامو قصة رجل يقتل آخر لا يعطيه اسم ولا يعطيه فرصة للتكلم أو الدفاع عن النفس. هو عربي ومسمى بالعربي. أنا أخذت الكتاب المشهور وأخذت كتابة معاكسة القصة نفسها، لكن من وجهة نظر الضحية وليست من وجهة نظر القاتل. برصيد كمال داوود العديد من القصص والكتب والمقالات السياسية المكتوبة جميعا باللغة الفرنسية، ومعارضة الغريب هو الكتاب الأول لإله باللغة العربية، كما أنه زيارته إلى بيروت هي الأولى. كمال داوود بطبيعة الحال وقت يكتب معارضة الغريب بال 2013-2014 فهو عم بيحمل همومه وهموم جزائر اليوم. أنا بتقديري أهم ما في مجيء كمال داوود إلى بيروت اليوم هو أن بيروت هي من تترجم كمال داوود وليس أي عاصمة أخرى. من منطلق أنه بيروت هي المدينة اللي ممكن ترد كتاب مكتوب بالفرنسية للعربية، من هيك نحن تحمسنا بالتعاون مع دار صديقة اسمها دار البرزخ بالجزائر، وترجمنا بالتعاون مع هالدار الجزائرية كتاب كمال داوود للعربي. إلى جناح الناشرين العرب بلبيال توافد العديد من محبي الكاتب كمال داوود لمشاركته بتوقيع هالكتاب. كاتب كتير مهم، الحمد لله نحن السنة الماضية شاركنا وانتخبنا الكتاب تبعه وكانت فرصة كتير حلوة لنا أنه نشجع هذا الكتاب بلبنان. بتصور أنه يعني القراء معجبين كتير بكتبه، مش هيك ترجم للعربي. أول مرة أنا اشتري كتاب منه يعني، بس أنا سمعت عنه يعني في التلفزيون وكذا، وشايفة أنه عنده أفكار مختلفة عشان كده جاي هنا. نحن عم ندرس ليتراتور، فالرومان تبعيته مرقت معنا بالجامعة، كتير حبيتها صراحة. فلما سمعت انه كاتب نسخة تانية كان دكتور عم يقلنا بالجامعة، فكتير انه كتير حبيت الفكرة يعني. سي تريز امبورطون يعني انه تكون هيدا كاتب هون اي بوي سا بري انه كتير له أهمية هيدا الكتب يعني، فمشان هيك جينا وحبينا نشوفه كمان. منتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم رمزي الصبوري، مدير عام شركة فيزا. ايه بتلبك شوي، مدير عام شركة فيزا بلبنان. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. قبل ما احكي عن فيزا يعني، بس ما يفهموا العالم كأنه عم نعمل دعاية، نحن مش هيدا الموضوع الاساسي. الموضوع الاساسي هو
الإضاءة لنا نحن من خلال برنامجنا دائما يلي بنجرب نوصل للعالم، انه رغم كل الصعوبات يلي بيمرق فيها هالبلد بضل في شباب مآمنة فيه، بضل في شباب اذا مهاجرة فيها ترجع لانه بتلاقي فرصة عمل، وانت واحد من هالشباب. نعم. انت كنت بالكويت ببوست كتير منيح وكتير مهم، ومع هيدا وكله قررت انك ترجع على لبنان. ما اندمت. لا. شو اللي رجعك على لبنان رغم انه في عن جد مشاكل بتخوف؟ يعني الواحد بعد مش للعشرة للمليون قبل ما يقرر يجي على لبنان. مزبوط الحكي، بس انا عندي ايمان كتير كبير انه بهالبلد اهم شيء بشعب هالبلد. نحن منشوف برا اللبنانية شو عم ينجزوا من اعمال ومن من انفنشن عم يعملوها برا، وطبعا البوستات اللي عم ياخدوها بكل الشركات برا، وكله هيدا يعني البلد هو عبارة اول شيء عن شو؟ عن شعبه. بقى إذا واحد عنده إيمان بهالشغلة وأنا عندي هالإيمان، مشان هيك رجعت. وبشجع الكل إنه ينسوا فكرة هلأ بفهم طبعاً الصعوبات اللي عم نواجهها، بس هلأ منحكي قدي في بلبنان بوتنشل وفي إيمان بهالبلد إنه يمشي لقدام. عم تلمسها؟ أكيد عم تلمس أكيد بطبيعة شغلة موجودة. قدي كان صار لك برا؟ انا عشت تقريبا شي 15 سنه برات لبنان. قد ايه صار لك بلبنان؟ وكمان قبل كنت دارس 4 سنين، يعني انا كمان برا. برا كمان، ورجعت على لبنان من 3 سنين. هي شو حلو من 3 سنين هون وما ندمت على القرار. كنت عم ابدا ابدا ابدا. طيب خلينا اذا ما نرجع لشركه فيزا، كنت عم بسالك تحت الهوا، نحن احسن يعني في بضل عنا خوف نستعمل الفيزا مش كاش؟ فوائد الفيزا كيف نحن بتسهلنا؟ فوائد عالية. أول شيء خليني أوضح إنه شركة فيزا هي شركة تكنولوجيا، لأنه في كتير لغط بموضوع إنه فيزا بتصدر بطاقات. لا، نحن عملائنا هن المصارف، نحن منرخص المصارف إنه يصدروا البطاقات لحاملي البطاقات. يصدروا قصدك يطلعوا البطاقة؟ يطلعوا البطاقة، نعم، طلعوا البطاقة. جوابا على سؤالك ليش استعمال الفيزا في فوائد، طبعا نحن المنافس تبعنا بالدرجة الأولى هو الكاش. يعني هالتكنولوجيا كلياتها اللي ماشيين فيها هي تحويل العمليات النقدية للعمليات الإلكترونية بالدفع. وبلبنان بس لحتى هيك أحصى، بنعرف من أرقامنا نحن كشركة فيزا من البطاقات اللي بتستخدم على مكانات السحب الآلي اللي بينسحب فيها كاش، أو اللي بتستخدم دغري عند التجار للمشتريات، بعدنا أكثر من 90% كاش. سو البوتنشل بلبنان، لأنه ما ناسبتنا الفيزا، مش ما ناسبت يعني، هي قصة وعي. يعني عم يصير نسحب منها من دون وعي. هاهي إذا هلا واحد لازم طبعا كان كاش ولا كان بكارتو لازم طبعا يعمل إدارة لمدفوعاته ومدخوله كل هالأمور. هذا موضوع مصروف وموضوع تاني. إذا واحد حامل الكارت دائما فيها اللغط إنه أنا بحامل كارت بصير عندي إنه مش لغط هيدا الشيء. لا بس هيدا الشيء صحيح إنه لأنه حامل يعني كارته مش عم بدفعه. أكيد هيدا أبحاث وعملوا إحصاءات ولقوا إنه عن جد يلي معه كارت شو ما كان نوع الكارت يعني. نعم. بصير شخص مرتاح أكتر إنه أنا معي بقدر أصرف وبيصرف أكتر فعليا يعني. من شان هيك بحب ضوي على موضوع يلي فيزا بكل بلد موجودة فيه بالعالم، وأكتر من 200 بلد نحن موجودين. منعمل حملات غير قصة شغلنا الأساسي يلي هو النتورك تبعنا والأوتورايزيشن والترانزاكشن وكل هالأمور هيدي على فيزا نت. عنا برامج توعية منعملها بهالإطار، لا منشترك أو منتعاون مع إن كان البنوك المركزية أو إن كان المدارس أو إن كان كيف يعني أي برامج جمع. توعية برامج توعية اسمها Financial Literacy. نحنا من خاطب المجتمع وخاصة بالشريحة أو الأعمار الصغيرة لحتى نعلمهم على طريقة إدارة أموالهم من العمر الصغير. يعني ما لازم واحد يوصل لبلش يشتغل ويفتح الحساب لحتى يقول مثل ما تفضلتوا. يعني أنا لازم يكون عارف المدخول هالقد لحتى بالضبط إدارة financial literacy. لازم يعرف بالضبط كيف طريقة التعامل مع لما يكون في مدخول ويكون في مصروف، قدي لازم يترك، يعني هالأمور هيدي من الصغر. قلنا الحسابات مع على السريع الحسابات ايه قد ايه لازم؟ لا مثلا معاش من معاشه. هلا في ناس بيقولوا انه مش لازم يكون، حسب كمان البلد اللي انت فيه. اذا واحد بيدفع اجار بيت، اذا واحد عنده سالير، دائما بيحسبوا انه ما تستاجر بيت اكثر من ما يكون 20% من توتال ريت باك.
خاصة الناس اللي بتبقى عايشة برا وعم تشتغل برا وعم يعرفوا كيف بدهم يديروا أموالهم. بقى في ما في معايير يتبع الواحد، هي الإطار تحت إدارة الأموال من عمر صغير لحتى واحد يتشرب هالأمور لما يصير بمجال العمل بأول بداية. وين كانت هالتوعية كلها وقتها؟ أنا كنت أول من ما كان بعد كنت جمعت لك ما في شيء متأخر، دائما نحن بنعمل التوعيات هاي. من أي عمر ببلش الواحد ممكن يكون يستوعب كيف يدير مصروفه؟ خلينا نقول لأنه بعمر صغير ما بكون عم بيشتغل ولا بكون عنده معاش، بكون عنده مصروف. نحن ببعض البلدان هلأ بلبنان رح نطبقها يعني عن قريب، دخلنا بالكوريكولوم المناهج تبع المدارس بالذات، يعني وقت واحد يبلش بالماتيماتيك والحسابات وكل الأمور ما بيمنع يعرف شو معنات مدخول ومصروف بطريقة مبسطة. يعني فيك تقولي من عمر 10-11 بصير عندكم فاينانشال كونسلتنت بتروح على المدارس؟ ايه يعني نعم مثلا. نعم نعم عندنا كونسلتنت بهالأمور هيدا، وهيدا الفاينانشال لترسي من أهم أهداف فيزا بالعالم، غير قصة الأرباح وشغلنا الأساسي يلي هو الفيزا نت بالذات. هيدا موضوع جدا مهم نحن ومنتعاون فيه مثل ما قلت مع المصارف المركزية مع المدارس مع الحكومات، وبيجوا كونسلتنتس وبيعملوا كل هالأمور هاي بالمدارس. ما في تسهيلات للطلاب نفهم منك لحتى ما تشجعوا يمكن على الطلاب أنه يصرفوا أكتر وما عندهم مدخول؟ في تسهيلات انه ياخذوا الفيزا؟ هلا قصه التسهيلات والكريدت وهالقصص هيدي كلياتها بترجع على البنك المصدر للبطاقه، يعني نحن ما بندخل بقصه اللاندنج وهيدا. طيب نحن يعني انتم ما بتحطوا شروط على زبون لانه بالاساس تعطيكم مش معه، تعطينا مع البنك. نحن بنحط شروط وفي معايير لازم البنك يتبع على يصدر بطاقه على قصه مثل في قصه السكيورتي التشيب اللي بتشوفوها على الكارت هيدي تبقى مثل السم كارد الصغير مزبوط، هيدي بتخضع على تيستينج كتير كبير بشركة فيزا لحتى تكون ضمن المعايير العالمية ب يعني هيدول الأمور الزبون ما قالوا فيها. الزبون بيشوف يعني البطاقة بتوصلوا البطاقة وخلص، بس الزبون بياخد من البنك المصدر تبع بطاقته بياخد كل البنفيتس والأمور يلي بتشرح له شو ميزة هالبطاقة، لأنه نحن كل بطاقاتنا فيزا بتقدم ببطاقاتها ميزات من إلى علاقة بالسفر، إلى علاقة بالمطارات، إلى علاقة بحماية المستهلك إذا برودوي اشتريه مثل التليفون. في عنا بطاقات، البطاقة نحن منأمن فيها ومنعطي البنوك تأمين على إذا كان فيها ديفكت من الفاكتوري مثل وارنتي واكستندد وارنتي مثل ما بيقولوا. سو هودي كلهم خدمات نحن لنشجع البرودويات كمان تبعنا للبنوك يلي هن عملائنا، منحط هالخدمات من ضمن البطاقات أو البرودويات اللي نحن موجودة عندنا بالسوق. طيب الفيزا ما بقت فيزا باستعمال معتاد مثل ما قلنا بالعادة نشوفها، كمان صرنا فينا نستعملها أونلاين بأماكن معينة أو على ويب سايتات معينة، ونحن كتير بنسمع أنه سرقوا لي هيدا الباسورد تبعي أو هيدا، قديش عم بتعانوا منه؟ بحب نوه عن شغلي، طبعا موضوع السيكوريتي جدا مهم بالنسبه لفيزا، وهذا امر مش جدا مهم، يمكن هو الاساس. هو الاساس. نحن عندنا شيء اسمه بالانسد ابروتش بفيزا. فيزا شركه تكنولوجيا، بطبيعه الحال نحن عايشين بعصر بهال كثير بتشدد على قصه فيزا، هي شبكه الكترونيه يعني أكيد. هي مش انه خزنه فيها مصاري بتوزع على العالم. لا لا لا، هي شبكه بتعمل هاللعبه بين الزبون والبنك. هو نتورك، ترابط بين تجار، بين البنوك وبين حامل البطاقه. يعني انت تخيلي وقت واحد يروح بس على ريستوران، على ريستوران عم يدفع ببطاقته، لما يدفع ببطاقته سو صار في اتصال مع صاحب البطاقه، عم يدفع بطاقته يعني على البوست ماشين تاجر يلي حاطط، وطبعا عند البنك يلي بيتعامل معه هالمطعم والبنك اللي انت بتعاملي معه ببطاقتك. سو كلهم لحتى توصل هالترانزاكشن من شخص لشخص ومن جهه لجهه ويصير في اوتورايزيشن انه يس عنده مصاري بالحساب مرقوا ترانزاكشن، بتاخذ اقل من 1 سكند. كل هالامور وين ما كنتي بالعالم، هيدي قوه فيزا. سو هو هذا النتورك كثير ثقيله صراحه. انا كثير بتخطى استيعابي انا لهالمواضيع، مش انه هي كثير مهضومه، بس هيك التفكير لهم انت بس استعملوا واسحبوا المصاري. استفيدي إيه لما تستعمل. كنا عم نحكي قدام اذا ما نشتري شيء اونلاين من غير بلد حتى. نعم. نحن مثل ما قلت غير قصه التكنولوجيا يلي هي
تعريف شركة فيزا، عندنا شيء اسمه بالانسد ابروتش، يعني نحن عايشين هلا بعصر كلياته فورة تكنولوجية من كل الأصعدة، هيدي وحدة. تاني شيء، بكل ابتكار بتطلع فيه فيزا قبل ما يطلعوا بالابتكار بيكونوا عاملين الابتكار الجديد تبع السكيورتي الجديد يلي بيجمح اي عملية نحن مسميهم جرائم مالية، يلي هي الواحد مثل ما تفضلتي قلتي سرق لي الباسورد وكل الامور هاي. سو عندنا شيء اسمه بالانس ابروتش، بالانس ابروتش تكنولوجي انوفيشن بالاحرى وسكيورتي بيمشوا بارالل مع فيزا. سو المعايير تبع السكيورتي تبعنا كل سنه عن سنه بتزيد وزيادتها اكثر من الابتكارات والتكنولوجيا اللي عم تطلع. سكيورتي عندنا موضوع يعني توب برايورتي بالشركه ككل جلوبالي بكل العالم. عفوا رمزي، بتستعمل انت كاش؟ انا شخص ما بستعمل كاش يعني. وليش حبيت كمان فوت على في حدا يسرقك؟ جاوبتي على سؤال جدا مهم يلي هو مخاطر انه انا بستعمل كارتي. راح ارد عليك، ايه الاخطر تستعملي كارتك؟ وخاصه انا بدي احكي عن شغله عملها مصرف لبنان بلبنان كثير مهمه، وكانت مانديت او تعميم مش يعني ملزمين فيه كل مصارف لبنان، انه طبعا كروتتكم من لبنان كل ما تستعملي كارتك باي مطرح ما بيوصلك اس ام اس على تليفونك. انه طيب هيدي طبعا منا ملزمين فيها كل البنوك. كل البنوك بالعالم حسب البنك المركزي. لبنان بعتقد هيدا التعميم طلع من شي 4 سنين والزم كمان لحماية المستهلك. يعني انا هون بدي اعطي مثال. ايه بفهم عليك. اذا انت حامل 1000 دولار بجيبتي اوكي وتعرضتي لا سمح الله لسرقة راحوا الالف، اذا انت بكرتك حدا اخذ هيدا وعمل ترانزاكشن رح يوصلك عندك على التليفون وصلت من اي منطقه بالضبط، بتدق تليفونك لهذا وقفوا الكارت وقف. بس الفرق انه انا يلي بده يسالني يلي بده يسرقني انا اذا حامل كاش عم بيسرقني بشكل مباشر، بينما اذا عم بيسرقني اونلاين يعني عم بيسرقني وانا ما معي خبر وعم بيلعبها من عن طريقه النتورك. لا السرقه المباشر هون دخلنا ممكن تكوني ماشي مش قصه كاش، يسرق جزدانك يسرق ساعتك يسرق هيدا قصص ثانيه. بس نحن عم نحكي اذا بدنا فعلا نحط نقيم بين الكاش وبين الاستعمال بالضبط، رح تلاقي وعدد لك اياهم، رح تلاقي الاستعمال الكارت لحمايه المستهلك ان كان سكيورتي وكل هالامور اقل بكثير من واحد انه يحمل كاش ويستعمله كل هالامور هيدي. ذكيه الطريقه اللي عم تجرب تقنعنا فيها بعد ما اقتنعتي. لا بعد ما معي فيزا لهالدرجه مش مقتنع. لهالدرجه مش مقتنع. طيب قبل ما نتابع حديثنا، انت علقت بعجقه سير وشفت الامطار والكوارث يلي نتجت عنا على الطرقات، مشان هيك رح ناخذ اتصال من جورج ابو موسى مدير عمليات بالدفاع المدني لنعرف اكثر عن احوال الناس اليوم. صباح الخير استاذ جورج. اهلا صباح الخير. يعطيك العافيه. بدءا من امبارح اكيد تلقيتوا المئات لبل يمكن الالاف من الاتصالات يلي عم تخبر عن شكاوى عندها اياها، بشكل هيك موجز شو الوضع بين امبارح واليوم؟ لا مبدئيا عجقة السير عم بتصير من بسبب انه المياه على الطرقات تسكير المجاري المائيه. نعم. قلنا احنا عم نتدخل بالامكانيات الموجوده عندنا بالدفاع المدني، بنقدر نسحب سيارات فاتت المي على البنايات بعض البنايات. يعني هون اشتغلنا نحن بهذا الاطار. نعم. وين اكثر شيء صاروا الحوادث؟ تقريبا ما يعني بكل المناطق الساحليه. تقريبا يعني من الضاحية الجنوبية فينا نقول راس بيروت ساحل المتن ساحل كسروان بكل هذه المناطق كان فيها عملية بنعمل فيها. طيب استاذ جورج بالمبدأ نحن كل شتوية مع أول شتوى منشوف هيدا المشهد بيتكرر، بس السنة يلي زاد من الطين بلة مثل ما بيقولوا هو النفايات يلي سكرت مجاري إن كان ما بعرف لا صحيح. نحن كنا ندخل بهذه الحالات يعني او هذه الحالات تصير بلبنان كانت من بعد عده ايام من الشتاء او كون شتاء غزير تصير عندنا هذه الحاله. مزبوط. هلا يمكن لانه من اول شتوي مثل ما قلتي حضرتك اول شتوي كانت اكياس النفايات سكرت المجاري المائيه، اكيد طبيعي انها تصوف المي ويصير الاشكالين بس. نعم. إذا ما نحكي عن ما بعرف احتياطات ممكن يخدها المواطن لتفادي قدر الممكن يعني ما بعرف الأضرار يلي ممكن تصير معه أو للسيارات، وكمان عم نشوف إنه المي غامرة السيارات.
هلا نحن بلبنان يعني انا سائق سياره اذا بدي اشوف بركه مي وانزل فيها اكيد بتقطع فيه السياره. ما هو ما بنقدر نشوف. لا شوف في اشخاص بيشوفوا بيفكروا حالهم هن بيقدروا يقطعوا او انه سيارتهم مميزه او يعني هون عم ينقطع هو وعم يقطع الطريق وعم يسبب زحمه سير كثير كبيره خصوصي الصبح مثلا بوقت المدارس الظهر يعني هون عم تكون العجقه القويه. هلا بس في اوقات استاذ جورج ما في عندهم حل السيارات يعني هيدا خط صحيح. السيارات وماشي مجبور يعني ما بيقدر يوقف يوقف السير كله ورا بده يقطع اجباري. صحيح هذا المنظر اللي عم نشوفه هلا اجباري يقطع بس اكيد ما راح يقطع بس تكون هيك المي عالي ما راح يقطع ما راح يقدر يقطع بسيارته. هلا كمان نصيحه انه مثلا انه ما عنده شيء ضروري مثلا يتحاشى مش ما يظهر من بيته يتحاشى هي الطرقات اللي عليها عجقه سير او بيتعرض فيها مثل هذا المنظر هلا اللي عم نشوفه. هيدا ولا باي شكل معقول يقطع الواحد. انا بفضل يوقف ورا وما يقرب يعني بده يقرب بده يعرض حاله للخطر وعائلته للخطر هون. نعم امبارح ضيفنا شاف يمكن طريقه هلا كنت عم تخبرنا عنها شو شفت؟ على مستديرة العدلية حدا نافخ من هول ال شوبريرات اللي بنستعملهم بالبيسين او بالبحر وماشي فيها. هلا بعتقد هو ايه عم يعملها لحتى يجذب الانظار بس انه ماشي فيها على الطريق ومرق من حد من السيارة وعم يجدف. قولك هاي طريقة اقل خطورة هي اقل خطورة. فيزا فيها تعمل شيء بهالحالة؟ يا ريت في شيء كارت بيمنع هالمي وين عن هيدا يا ريت يا ريت. لا لا عم نمزح. استاذ جورج بتحب تضيف شيء؟ ما بعرف نصائح للمواطنين هلا يعني غير يعني انه يتجنبوا الطرقات ما بعرف. انا بحب اضيف شيء انه هلا بيجينا كثير نحن اتصالات اغاثه او نجده او حيالله شيء او مي فاتح على البنايات. نعم هون نحن يعني ما يعني بس يكون عندك حاله 2 3 10 بتقدري تتعاملي معهم بسرعه بس لما بيكون البلد كله غرقان البلد كله غرقان او بحاجه لمساعده يعني ما بعد عندنا الامكانيات يعني هون نحن نترجى الناس انه يتفهموا الوضع اللي نحن فيه. ما فينا نتدخل بكل المناطق بنفس الوقت ما فيكم تلحقوا يعني ما بنلحق مش وارد انه نلحق. هلا بنلحق اكيد بالاولويه اللي عنده خطر اكثر او بيتطلب تدخلنا عنده انه نساعده اكثر يعني هو بتصير اولويات. طيب واكيد عم تتعاونوا مع الصليب الاحمر شرطة البلدية مع البلديات مع وزارة الاشغال كل يعني كل الاشخاص الملجين بهذا الموضوع عم نشتغل نحن وياهم يعني على وعسى نقدر نوصل لنتيجة نرضي المواطن وما يكون في أضرار لا مادية ولا بشرية. نعم إن شاء الله خير. شكرا لك أستاذ جورج أبو موسى مدير العمليات بالدفاع المدني يعطيكم العافية كلكم فردا فردا. نعرف أنه المجهود بيتضاعف يمكن أكثر كمان بهيك أيام. كنا عم نقول فيزا بتقدر تعمل شيء بخصوص الإطار. إن شاء الله يصير في شيء ابتكار بيعمل هالقصص هيدي. شو بتعملوا يعني بهيك حالة؟ طيب بتحب تضيف شيء أستاذ قبل ما نختم؟ بحب أقول إنه يعني نحن بتشجيع نقل الكاش على العمليات الإلكترونية بلبنان. عندنا إيمان كتير كبير ومشان هيك موجودين بلبنان كمكتب هون فعلي. ومع كل اللي عم بيصير بهالبلد في نمو. كنت بدي أحكي عن هيدا الموضوع هلا رجعت لفت لي نظري. فيزا أو حيالله شركة تانية بهيدا الإطار بتقدر تحرك الحركة أو العجلة الاقتصادية بالبلد؟ عملية إلى تأثير كتير كبير. عملية خفض الكاش وهيدي دراسات يعني هلا في بلد بعتقد هو السويد بالعالم يلي هو العمليات اللي فيه صارت 0% كاش كل شيء إلكترون يعني عملياتك بالجوفرمنت بالحكومات ما في شيء بالكاش كله بيتعامل إلكترون يعني وهذا بتحرك الحركة الاقتصادية أكيد. أول شيء إدارة الأموال النقدية تكلفتها كتير كبيرة على أي دولة على أي مصرف على أي كل هالأمور هاي. بعدين لما تخفف الكاش بتحاربي شغلة كتير مهمة عالميا هي الفساد خاصة لما تبلشي بعمليات إلكترونية عن طريق الحكومات وبلشناها بلبنان عن طريق هلا في حكومات أعلنت أوجير وصار فيك تدفع. لما ما تصير التعاملة بالنقد بالحكومات بتلغي شيء اسمه فساد. سو كل هالأمور هيدي وفي كتير لسته طويلة عريضة لما وبرهنت المجتمعات المتطورة جدا مصرفيا واجتماعيا انه لما تخفف من الكاش الحركة الاقتصادية ديركتلي بتتطور وبتدفع لقدام. نعم. طب من خلال متابعتك كيف عم تشوف الحركة الاقتصادية بلبنان؟ نحن طبعا القطاع المهم بلبنان يلي هو القطاع المصرفي مثل ما عم نشوف
وعم يأكد لنا دائما الحاكم انه استقرار سعر الليرة، انه القطاع المصرفي قوي، وعم نشوف نمو بالمصارف كلياتها سنة عن سنة مع كل اللي عم بيصير بالبلد. شو معناتها؟ معناتها في قوة شرائية كبيرة، ونحن من ارقامنا بنقدر نقول لكم هالشغف اللي عند اللبناني، نرجع لحديثنا من الاول اللي رجعت، هالشغف اللي عند اللبناني شو ما صار في نظرة لقدام بالامل وبالتفاؤل، وفي انجازات مش بس حكي. طيب هلا شركة فيزا بتستفيد من الأشخاص اللي بيتعاملوا معها بلبنان، يعني اللي بيتعاملوا بفيزا برا، أنتو في إلكن إفادة؟ نحن إذا بدي أرجع لك هلا فيزا بالعالم فيزا أني يعني بالعالم، بس بلبنان نحن بنستفيد من شغلتين، من أي كارت مصدر من بنك لبناني عم يستخدم كان بلبنان أو برا، وكمان بنستفيد بلبنان على الاراضي اللبنانيه لما يجوا السياح والزوار حتى لو معهم اي كارت فيزا من برا مصدر من امريكا. انتم بلبنان بتستفيدوا لانه عم يستعملوا بلبنان. نعم. اوكي، سو بهالطريقتين. اوكي، شكرا لك استاذ رمزي صبوري، مدير عام شركه فيزا بلبنان. شكرا، اهلا وسهلا فيك. نحن بنحيي طموحك وايمانك بهذا البلد، على امل انه كمان تعدي باقي الناس الناجحين. نحن بحاجه انه يرجعوا. بهالاطار بدنا نسلم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اللي مخللنا الليره واقفه على اجريها، يعطي الف عافيه. نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم، بكره حلقه جديده على الساعه 7:30. باي باي.